بقى ولا ايه يعني؟ كنت هنا دقيت. ايه اللي انت عملتيه ده يا ساره؟ ايه ده؟ انت مين وعايز مني ايه؟ انا كنت سايب كل حاجه حلوه هنا. طب حرامي وكمان عارف اسمي؟ يا جدو جدو. انا جدو يا ستي. ايه اللي ملبسك كده طيب؟ اصل انا لابس لبس العالم جاليليو. جال ايه؟ جاليليو. جاليليو ده عالم عظيم، اخترع كده نوع مخصوص من التلسكوبات عشان يراقب بيه النجوم وكده، نوع يعني من علم الفلك يعني. يعني هو السبب في الورطه اللي انا فيها دي؟ مش عارفه اركب البتاع ده. هو فعلا كان السبب في الورطه بتاعتك دي، بس انا على فكره ممكن اساعدك نركبه سوا. من فضلك يا جدو، لحسن انا مش عارفه اعمله ازاي. هو اصلا ليه اخترعه؟ بص يا ستي، هو كان عاوز يبص على النجوم البعيده قوي دي اللي بتنور ويقربها شويه عشان نقدر نشوفها احسن. طب وجت فكرته ازاي بقى؟ فكرته بقى جت يا ستي، شايفه الصوره اللي هناك دي؟ ايه ده؟ لا انا عمري ما اخدت بالي منها. ما تعرفيش ده مين؟ لا بس يعني هو اكيد هتلاقيه من العيله، يعني يمكن جد 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 جدك. لا يا ستي، ده الحسن ابن الهيثم. استنى كده، ساره فهمي عادل سمير، ده مش معانا في العيله. عيله ايه يا ساره؟ هو ده من عيلتنا؟ طب امال ايه اللي جاب صورته هنا اصلا؟ ايه علاقته بالتلسكوب؟ هقول لك بقى، هو جاليليو ده اللي اخترع التلسكوب، جاب الفكره الاساسيه من الحسن بن الهيثم. ما هو الحسن بن الهيثم ده هو صاحب النظريه اللي جاليليو اخترع التلسكوب على اساسها. طيب ايه النظريه بقى؟ النظريه بتقول ان الرؤيه بتحصل بسبب يا اما الجسم بيطلع نور او بيعكس نور على العين. هي كده النظريه خلصت؟ طب انا ما فهمتش ولا حاجه. هشرح لك، النجفه بتطلع نور يوصل لعينينا فنشوفها. تمام. جاليليو بقى كان شايف النجوم بعيده خالص. النجوم بقى البعيده قوي دي المنوره جامد، جاليليو اخترع التلسكوب عشان يكبر النور فنشوفها بشكل اوضح. يعني تقدري تقولي كده ان التلسكوب ده اكنه عدسه مكبره بس كبيره قوي. فهمت. ده اكيد ساعدتهم في حاجات كتيره قوي تانيه. طب انت عارفه ان دلوقتي في تلسكوبات حديثه جدا بتراقب الكواكب والنجوم؟ طب انت عارفه ان في تلسكوب دلوقتي اسمه هابل موجود في الفضاء دلوقتي؟ طب بالراحه بقى شويه عليا يا جدو، دلوقتي التلسكوب ده راح لوحده كده للفضاء؟ لا، ده راح مع رحله مكوك فضاء امريكي متشال على قمر صناعي. يا جدو انت ليه بتلخبطني اكتر دلوقتي؟ يعني ايه قمر صناعي؟ قمر صناعي يعني قمر بس من صنع انسان، وهدفه هو جمع المعلومات عن النجوم والمجرات ويبعتها للارض عشان ندرسها. انا عارفه النجوم، بشوفها بالليل في السماء. انت عارفه ان النجم ده عباره عن جسم بياخد لمعانه من طاقه متولده فيه من جواه، يعني بينور لوحده كده زي الشمس. ايه ده؟ هي الشمس نجم؟ ايوه، لانه جسم بينور لوحده، يعني في طاقه متولده منه. طب وايه هي المجرات؟ المجرات دي بقى عبارة عن ملايين النجوم اتجمعوا مع بعض عن طريق الجاذبية وعملوا عيلة، لما يتواجدوا كده في أي حتة في الفضاء حتى لو ضلمة خالص يبانوا منورين قوي. ده الموضوع طالع كبير قوي، طب هو كده الأرض جزء من المجرة؟ سؤال حلو يا سارة، الأرض كوكب من المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية دي موجودة جوه مجرة اسمها درب التبانة. تعالي بقى اوريكي ايه شكل المجموعه الشمسيه. نفضي بقى الدنيا هنا وانا هفرجك على المجموعه الشمسيه. ماشي، يلا هنبتدي بقى نرص الكواكب. ادي واحد هنا، اديني التاني ده. ايوه، والتاني هنا، والتالت هنا، والرابع هنا، والخامس هنا، والسادس هنا، والسابعة
والثامن. ادي يا ستي المجموعة الشمسية كده. المجموعة الشمسية كلها كاملة وتمام. طب فين الشمس؟ لا الشمس دي مفاجأة بقى، مش انا بقولك مجهز كل حاجة؟ شايفة اللمبة هناك دي؟ روحي نوريها. حاضر يا جد. ايوه مظبوط كده. المجموعة الشمسية دي عبارة عن الشمس وتمن كواكب، كل كوكب بيلف حوالين الشمس في مدار ثابت. الله يا جد، دول شكلهم حلو قوي، بس هي فين الارض؟ هي الارض ثالث كوكب من ناحية الشمس. ماشي. بصي بقى، دي الشمس، اول كوكب من ناحيتها عطارد الزهرة، والتالت ايه؟ الارض. برافو. اللي بعديه بقى المريخ، المشتري، زحل، اورانوس، ونبتون. هي كل الكواكب في المجموعة الشمسية دي زي الارض؟ لا مش كلهم، اول اربعة حجمهم صغير وطبيعتهم صخرية، تاني اربعة حجمهم كبير وطبيعتهم غازية. درس النهاردة كان عن رصد الفضاء، وتعلمنا عن العالم جاليليو، اخترع أول تلسكوب مخصوص لمراقبة النجوم، وده اخترعه بناء على نظرية العالم العربي الحسن بن الهيثم، وهي مضاعفة مقدار الضوء علشان نقدر نشوف الأجسام بصورة أقرب. الإنسان في الفترة الأخيرة قدر يبعت أقمار صناعية كتيرة تدور حوالين الأرض والكواكب التانية ويبعت صورها للأرض، وبعض منهم عليه تلسكوبات، وأحدث التلسكوبات دي حالياً هو تلسكوب هابل. كمان اتعلمنا إن النجم هو جسم بيولد الضوء بنفسه، والمجرة هي عبارة عن مجموعات من ملايين النجوم وتتجمع سوا عن طريق الجاذبية، والمجرة اللي احنا عايشين فيها اسمها مجرة درب التبانة. وكمان عرفنا عن المجموعة الشمسية وفيها 7 كواكب بيلفوا حوالين الشمس، والكواكب دي بتتقسم لمجموعتين، 4 طبيعتها صخرية، عطارد والزهرة والأرض والمريخ، و4 كواكب طبيعتها غازية، المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. عظيم التلسكوب ده، خلينا نعرف كل الحاجات دي. ممكن بقى نتصور صورة مع بعض بلبس الفضاء؟ يلا